فن قتالي يعتمد على الاشتباك وبشكل خاص على الاشتباك الأرضي لهدف الحصول على موقع مناسب على الخصم. يتم من خلاله إجبار الخصم على الاستسلام تهديداً بكسر أحد المفاصل أو الخنق. الرياضة هاي جديدة كانت على الأردن ب2003، إجت مدربي زيد ميرزا جابها على الأردن وبلش أول نادي يدرب جوجيتسو. أنا كنت من أول طلابه وصلي معاه يعني من يومها لهلأ، وانتشرت بشكل كبير بصراحة، بالذات بعد ما أسسوا الاتحاد قبل كم من سنة، وصار الجيش برضو عندنا هلأ بيتدرب جوجيتسو والدرك والقوات الخاصة كل هاي، فتوسعت منيح. رياضة اختارها شبانا أصروا على لعبها ليكونوا أبطالا عالميين يمثلون الأردن. هاي اللعبة اللي هي بتقدر تحكي الجوجيتسو، اللي هي لعبة دفاع عن النفس، تستغلي قوة خصمك اللي قدامك ضده، يعني لو ما بتفرق قديش كان حجمه الخصم، ما بتفرق قديش كان قوي، بتقدر تستعمل قوته ضده، بتقدر تاخديه على الأرض. هي معظمها اللعبة هاي، حتى مش معظمها، أكترها على الأرض، بتخلي واحد يقدر يدافع عن حاله على الأرض. هلا بدي أحكي لك عن هاشم وحيدر. أنا هاشم وحيدر دربت معهم من لما بلشنا مع بعض كلنا. صراحة هاشم من أول يوم أجي فيه على النادي مبين إنه كان له مستقبل الشاب. أما بالنسبة لحيدر فش عليه حكي الصراحة، بيلعبها من هو عمره 8 سنين اللعبة، ومبدع فيها من يوم يومه، ومن الأوائل اللي بلشوا بالأردن فيها حيدر رشيد. وفش بطولة نزلها صارت من هو صغير لحد الآن يا بجيبها أول يا تاني يعني. فلو قد ما أحكي لك عنه لحيدر مش رح يخلص الكلام، الميداليات اللي عنده موجودين لحالة بتحكي عنه. حيدر وهاشم نموذجا رائعا على الثقة بالنفس والانضباط والمثابرة في لعبة الجوجيتسو التي أحبوها لدرجة أنها أصبحت رياضتهم المفضلة وحلمهم على الصعيد العالمي. لعبة برازيلية تنمي مهارات الدفاع عن النفس، شروط الفوز فيها ضربة قاضية أو الاستسلام. لبرنامج دنيا يا دنيا، ميسي لون.